العملية بدها تطول، الرصاصة بمكان قريب على القلب. دعيلها مراد، من شان الله دعيلها. رح دعيلها، خلص رح دعيلها. انتي الله يخليكي. انا بعرف انه يمكن تكون صعبة، بس شو ما صار خليكي قوية. ماني عارفاني شو لازم ساوي، ما بقى عندي امل. مراد، كيف بدنا نعيش بهالوضع هاد؟ رح نعيش يا ألف، انا وياكي رح نعيش. بدنا نتحدى كل شيء وبدنا نعيش. بدنا نورجيهم كيف بتكون السعادة، الكل رح يشوفه. ما بعرف، ما عندي امل بشي. بترجاكي لا تستسلمي. عم قلك من كل قلبي، لا تستسلمي، لا تتركيني. ماشي مراد، دير بالك على حالك. وانت كمان، مع السلامة. الله معك. يلي بقرا اسمه يفوت لجوا لناخذ افادته. خسروف ديليباش، بطال ينيجي، هاشم جديز، تعالوا معي. انا بعد ما تصوتت وقعت على الارض ما عاد قدرت ارفع راسي، وهلا ما بتذكر شو صار بعدين. وانت قوصت كمان؟ لا، ما كان معي سلاح. غير هيك؟ بس هيك، هذا كل شي بدي اقوله. ماشي. اراها ومضيها. نمضيها فورا. شو رح تكون نهاية كل هالشي؟ شو بتقول جيمو؟ انتو عليهم وهن عليكم. اسألوا هالشي للفاعل يا سيادة الضابط. رح اسأل طبعا، بسألهم اكيد، بس انتو ما ساويتوا اي شي؟ ستيتولنا واحد مسكين على أساس أوصوا لرجا، وليكو المسكين جوا عم يتعذب. نحن ما حرمنا أي إنسان من أولاده وعيلته، ما أوصنا الحريم وما هجمنا على العرس. في مثل يا حقي بيقول بالقتالة ما بتنعد البكوسة، هالشغلة زادت عن حدها وزادت كتير كمان. مهم، تفضلوا بلا ما نضيع وقتكم، كيف ما كان رح نشوفكم كثير، هذا إذا قدرتوا تضلوا عايشين طبعا. شو عم يقولوا؟ قال ما كانوا مسلحين وقت الحادثة، وقال ما شافوا شيء. لا ترد على هالحكي، على قليلة ثلاث ارباع الرصاص اللي بجثة القاتل من هدول الاثنين ابصر مسدساتهم مع مين. المهم، في شيء خبر من اندر؟ لنشوف. من المركز الى الرقيب اول. اجب يا رقيب اول. الرقيب اول معك. شو الوضع؟ حول. اخذنا رجا ورجاله جايين. حول. علم، حول. ما كان في لزوم لهالعرابة، انت بعتونا وما اجينا لعنكن. هالمرة هيك تطلب الأمر. ليش ما أخذونا بدبابة؟ نعم على الحالة اللي وصلنا لها. شو بعمل؟ لا تحكي هيك محمود. ليش هي عطول؟ مرة شفت فيلم كان فيه ثلاثة أولاد مثلنا وأمهم كانت عم تموت، ترجوا الملائكة، وعقد ما كانوا متمنين أمهم تعيش بالأخير الملائكة. حكي فاضي، هلأ وقتك مجد. شو بعمل؟ ما خطر لي غير هيك. قتلوا أبي. إذا بتموت أختي. خلص محمود، عم بيموتوا كلهم، عم بيموتوا. عشوي كانت ماما زينو ماتت، الدور على مين هلا؟ على عمو حقي ولا على جمو؟ بالأخير ضل أنا لحالي، كلهم بيكونوا ماتوا. لا تقول هيك، ما حدا رح يموت، ونحن هون رح نضل جنبك على طول. كذب، انتو رايحين. ما رح نروح، لا تقلق، ما منتركك ومنروح. ما رح نروح ومنترك إيدال بهالحالة. عن جد؟ ليك بصراحة أنا كنت أكتر وحدة حابة أروح، بس إذا عم تسألني هذا جوابي. شكراً مروة.
يا مسكين ابكي بترتاح. بسلامة راسك رجاء آغا. الله يسلمك، خير إن شاء الله. الليلة خسرت زلمتك، واحد من يلي قلبوا العرس لدم مع الأسف انقتل. أخذ نصيبه عديم الشرف. إيه شايف بالله؟ آلاف رجال بتشتغل عندي، دخلك كيف بدي أعرف المنيح منهم من العاطل؟ والتاني بإيدنا، رح نضغط عليه لحتى يغرد ويحرق بتغريده. جبيننا أبيض مثل التلج، ما راح نخاف من اعتراف حدا. بعدين ما دام بتعرفوا تضغطوا على الواحد، في عنكم هالمسكين اللي قال إنه قوصني، زلمة زينو. كنتوا تضغطوا على هالمسكين وقتها، بلكي كان غرد. تفضل يا ملازم، إفادة السيد رجا صارت بأمانتك. تأمر يا ابني. نعم سيدي. روح ابعث لي الكاتب لهون. حاضر سيدي. مين قرايب المريضة؟ نحن دكتور. نقلنا المريضة. رح تعيش يعني؟ بكير على هالحكي، هي تحت المراقبة. طالعنا الرصاصة وبدنا نستنى. فينا نشوفها؟ طبعا هون. منيح، يلا. جيمو، جيمو، أنا ما بعرف شو بدي أقول. جيمو، أنا كتير آسفة، حاولت اتصل فيك. كيف حالتها؟ ما بنعرف. إن شاء الله خير، إن شاء الله. لك أنا بعرف إيدال هالبنت كلها حياة. بتذكر مرة جبتها معك على الجامعة، قعدنا بالكافيتيريا. رح تعيش جيمو، صدقني رح تعيش. إذا في شوية عدل بالحياة، مو كتير بس شوي، إيدال رح تعيش. لازم تعيش إن شاء الله. تعي عدي، أنا لازم أرجع على السكن، تعرف بيسكروا الباب بكير. ولا يهمك، شكرا لأنك جيتي. معلش تعطيها هدول. يسلموا، عذبتي حالك. حاكيك. طيب مع السلامة. هاي البنت الأزميرية اللي حكيت لي عنها؟ هي هي. Courbetier.